لكن قبل ما اقول لك انا بحتفل ازاي، عايزه اعلق الاول على جمال الصوره يا اميره اللي انت اتكلمتي عنها، واللي خلتني برضو الاحظ انه الناس طرقها مختلفه بالاحتفال وطرقها مختلفه بالانبساط، وانه فكره انه الانبساط غير مرتبط بانا معايا فلوس ولا لا، انا عايش فين، انا في القاهره ولا انا في محافظه تانية، المهم ان انت يبقى عندك هدف في حياتك ان انت تتبسط. والحقيقه يا جماعه ان فعلا الفرحه والسعاده ملهاش مقاييس. احتفالك بدخول سنه جديده بصحه وعافيه مع الناس اللي بتحبها ده شيء لوحده يستدعي الاحتفال، ايا كان ظروفك اللي انت بتعدي بيها دلوقتي، ده ملوش علاقة بسعادتك، السعادة هي قرار، انت يا بتاخد قرار تبقى سعيد يا لا. وبالنسبة لي بشوف انه الطرق اللي احنا او تخليني انا كهند مبسوطة بدخول السنة الجديدة، حتى لو حاجات بسيطة، ان انا اخرج مع صحابي، اكل اكلة حلوة، اقعد اتفرج على فيلم كده في البيت مع ولاد اخواتي الصغيرين ومامتي، اي حاجة تتبسط بيها اعملها. في ناس كتير جدا جدا عندها المقدرة المادية ان هم يحتفلوا في باريس ويروحوا ويجوا، بس مش بيعرفوا يتبسطوا. فالانبساط يا أميرة بحس انه قرار جاي من جواكي. بالضبط.